عرض مفصل ألقته وزيرة الثقافة سوريا مولودي أمام أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الأمة حول قانون الصناعة السينماتوغرافية، والذي تضمن 88 بنداً، حيث اعتبرت الوزيرة أنه يأتي في السياق الاقتصادي الجديد لقطاع الثقافة من أجل تطوير وتنظيم النشاطات الإنتاجية والخدماتية للصناعة السينماتوغرافية. يأتي نص هذا القانون في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2020، والتي دعا من خلالها إلى الشروع في مراجعة الإطار التشريعي والهيكلي لقطاع السينما من أجل بحث صناعة سينماتوغرافية، لا سيما عن طريق تشجيع الاستثمار في هذا المجال وتوجيه السينما التجارية بما يحقق الإشعاع الثقافي العالمي للجزائر. يأتي نص هذا القانون ضمن المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة التي تقوم على تطوير وترقية الصناعات الثقافية ومن ضمنها الصناعة السينماتوغرافية التي تشكل محوراً أساسياً، وهذا عن طريق تقديم كل التحفيزات للمهنيين باعتبار أن الصناعة السينماتوغرافية تمثل أحد روافد التنمية. على غرار ما يحمله القانون الجديد من طابع ثقافي وفني، فقد تضمن أحكاماً تكرس الطابع الصناعي للسينما من خلال تطوير وترقية الصناعات الثقافية باستقطاب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار، وكذا توجيه السينما التجارية بما يحقق الإشعاع الثقافي العالمي للجزائر. هذا القانون بغرض إرساء منظومة تشريعية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الإنتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية، وعلاوة على الطابع الثقافي والفني فقد نص على أحكام تكرس الطابع الصناعي للسينما، وهذا من خلال تطوير وترقية الصناعات الثقافية باستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال التي تساهم بدورها في خلق مناصب الشغل، مما ينسجم والأهداف المثلى للسياسة العامة للدولة من الناحية الاقتصادية، ويحمل على تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية. قانون الصناعة السينماتوغرافية الجديد الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني هو نص تشريعي هام يقول عليه لإعادة الاعتبار للسينما الجزائرية، كما أنه يقدم إضافة للعمل الثقافي ويساهم في الحركية الاقتصادية.